النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. قامت إدارة التنمية الصناعية بالتنسيق مع لجنة الصناعة والطاقة بزيارة إلى مصنع مونداليز بحرين بسكيتس للاطلاع على آخر المستجدات التي تمت في مرافق المصنع بحضور عدد من السفراء، وذلك في إطار الجهود التنسيقية بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعات البحرين. وفي هذا الصدد أشاد السيد خالد سلمان القاسمي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بما توليه إدارة المصنع من اهتمام لتطوير أتمتة العمليات الصناعية واللوجستية وما حظي به المصنع من دعم في خطة التطوير من قبل شركاء مبادرة المصانع الذكية بصندوق العمل تمكين، مؤكدا بأن المصنع يمثل نموذجا يحتذى به في تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي. حازت شركة بابكو للتكرير إحدى الشركات التابعة لبابكو أنرجيز على جائزة روسب الذهبية الممنوحة من قبل الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث روسب، وذلك في احتفال كبير أقامته الجمعية بالعاصمة البريطانية لندن لتوزيع جوائز الأداء في الصحة والسلامة. وقد قام الدكتور عبد الرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير بتسليم الشهادة الذهبية إلى السيد عبد الله جهاد الزين رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أثنى على حصول الشركة على هذه الجائزة المتخصصة. وعلى الاحترافية الكبيرة للعاملين بالشركة في الالتزام بمعايير السلامة وسلوكياتها في جميع الأوقات، كما أضاف أن الشركة سوف تستمر في العمل على تطبيق أعلى وأدق معايير الصحة والسلامة في منشآتها وكافة مرافقها. والآن مع أداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول الأسواق المالية يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الأستاذ نجيب عطلة محلل الأسواق في XTB. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. توقع بنك جولدمان ساكس مؤخرا أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا، كما سينعكس ذلك أو كيف سينعكس ذلك على أداء الأسواق المالية، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة طفيفة أو متواضعة منذ مطلع أبريل وذلك حسب مسح للفيدرالي؟ شكرا. أول شيء شكرا للاستضافة. بالنسبة للسؤال، صحيح أنه محللين جولدمان ساكس وكمان من بلومبرغ كمان عم بيعملوا فوركاست ونظرة رؤية لقدام أنه البنك الفيدرالي الأمريكاني بده يبلشوا تخفيضات الفوائد. هلأ حاليا في السوابس أو الأوبشنز ماركت عم تحط بنسبة 61% انه اول تخفيض رح يكون حوالي سبتمبر هالسنة. هلا في كذا عوامل لازم يتطلع فيها المستهلك والمستثمر والبنوك وكل المتداولين لازم ياخذوها بعين الاعتبار. رقم واحد هو النمو الاقتصادي تبع امريكا بطريقة ثابتة وهيلثي مثل ما بيقولوا. هذا الشيء كان العامل اللي سبب هذا الشيء هو الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب عليه. فنحن شفنا انه شركات التك كثير صار في تعزيز لهم لانه في طلب على الذكاء الاصطناعي من عدة شركات وعدة كوربوريشنز وورلد وايد. زيادة عن هيك الانعكاسات هي عديدة، في انعكاس سلبي وايجابي رح تكون على الاسواق المالية بشكل عام، سواء على الذهب، على المؤشرات، على الاسهم، على العملة كمان بحد ذاتها، بس بالتحديد للشركات وأسهم الشركات والمؤشرات هذا راح يكون فرصة لهم لحتى يصيروا يستثمروا أكثر بالمصاري بالاستثمار في الأعمال التجارية، البحث والتطوير الريسيرش اند ديفلوبمنت. ليه؟ لأنه لما مجرد ما يوطوا الفوائد البنك الفيدرالي بتصير تكاليف الاقتراض عم بتقل، فهذا كمان بيؤدي على دورة ثانية مما منصير منشوف ومنلاحظ بالأسواق أنه المصروف المستهلك بتصير بتزيد لأنه كمان السيفينج
او الادخار بتصير بتقل، فبصير المستهلك بصير بميل اكثر للصرف الزياده، فهذا كله بسبب مثل دومينو افكت مثل ما بيقولوا، السيفنجز بتقل، الاستهلاك بصير بيزيد، المبيعات والمنتجات كمان بيزيد، فهذه كلها بتسبب تعزيز للاقتصاد ان كان بامريكا او باي اقتصاد ثاني. نعم سيد عطالله، أيضا البنك المركزي الأوروبي صرح مؤخرا أنه من الممكن أن يخفض أسعار الفائدة ويصبح من أوائل البنوك المركزية التي تتخذ هذه الخطوة في الفترة الحالية. طيب إلى أي مدى سوف تؤثر هذه الخطوة على مشهد الأسواق المالية؟ صحيح، أوكي. البنك الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي كمان يعتبر من أوائل البنوك المركزية اللي حتبلش بتخفيض الفوائد. ليه؟ لأنه أول شيء نحن من بداية السنة وحتى نهاية سنة 2023 كان الكونسنسس عم بيقول أنه أمريكا رح تبلش توطي الفوائد بشهر مارتش، وهذا الشيء ما صار وبعدنا منتظرين. فكان المعتقد وكان مقبول منه من جميع الاقتصاد انه الميجر ايكونوميز بيصيروا بيلحقوا امريكا، بس امريكا اداء امريكا اقتصاديا ما زال قوي وفيري هيلثي. فبشهر الجاي بجون 6 متوقع انه اليوروبيان سنترال بانك يعملوا ميتنج بفرانكفورت كرمال القرار اللي بدهم ياخذوه كرمال تخفيض الفوائد لاول مره. الانعكاسات السلبيه والايجابيه مثل ما حكيت قبل للاقتصاد الامريكي كمان على مجال طويل لقدام on the long term. صح انه في معظم ادوات التداول رح تتاثر على المدى القصير، ولكن هذه التاثيرات بنشوفها على المدى الطويل كمان. الاستاذ نجيب عطالله محلل اسواق في XTB كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. أظهر استطلاع لمنتدى الاقتصاد العالمي أن 82% من كبار الاقتصاديين، وهو ضعف عدد من كان عليه في الاستطلاع الماضي، متفائلون بحذر حول استقرار الاقتصاد أو تسجيله نموا في 2024 مقارنة بما كان عليه العام الماضي. وأوضح الاستطلاع أن نحو 70% من الاقتصاديين يتوقعون أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا مستداما بنسبة 4% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعا بالتحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر. في المقابل حذروا من أن عبء التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون والتغير المناخي قد يضعف النمو. فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، توقع أغلب المشاركين في الاستطلاع تضخما معتدلا في عام 2024. فيما أشار 60% من الاقتصاديين إلى أنهم لا يتوقعون تعديلا للسياسة النقدية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.